لك هذه بتزعلني، وانا احب المصداقيه. اللي لا يحبون المصداقيه هم اللي يعني غاضبين على الشيء هذا. خلينا نتحدث بكل صراحه، يعني في 5/8/2013 رئيس النصر سلمان المالك اللي فيما بعد اصبح رئيس للنصر بارك للنصر تحقيق بطوله بني ياس الوديه، يعني قال نعم. البطوله الوديه نصا في التغريده. كذلك بطوله، انا بعطيك مثال الحين، طيب. الهلال حقق بطولة العين الدولية، الإعلام النصراوي يقول بأن سامي الجابر مثلا لم يحقق أي بطولة وهو مدرب، صحيح؟ طيب سامي الجابر حقق بطولة العين الدولية، هل نحسبها الحين رسميا مثل ما تحسبون بنياس، ويعتبر سامي الجابر نجح في مهمته، وتظهر أحاديثكم كلها يعني خزعبلات مثلا بأنه تحدثت من سامي الجابر يحقق بطولة أو يحقق بطولة العين الدولية؟ يعني أشوف أنه ما فيها أي منطق، أحاديث صراحة غريبة. بس أنا كذلك أحس سامي معلش قبل ما تروح، أنا أحس أنه أنتم الإعلام الهلالي انه يتحسس من مطالبه النصر بتوثيق بطولاته اللي يتكلم عنه، في تحسس كبير من اعلامي الهلال، ليش؟ لا يوجد تحسس، الجميع من حقه يطالب ببطولات اذا كانت في بطوله، يعني مثلا الزميل فالح السمحان وهو مؤرخ نصراوي تحدث قبل قليل بانه لا يوجد شيء اسمه بطوله مناطق، انا بعطيك مثال، طالما في بطوله مناطق يلا قدموا لنا الكاس، قدموا لنا ميداليات، خلينا نشوف، لا يوجد ميداليه، لا يوجد كاس، كيف تحسب كبطوله وهي في الاصل تصفيات؟ هل المطلوب انه نسكت عن مثل هذه الاكاذيب التي تطرح حتى يقال بان غير متحسسين ولا غير ما نفكر في النادي الفلاني؟ لا، انا تحدثت بكل صراحه وقلت حتى بطوله الصداقه المفترض انها ما تحسب للهلال لانها بطوله وديه.